شركة ألعاب الأساطير هي شركة مساهمة تقدم كل الخدمات اللي يحتاجها الجيمر لبناء مجتمع متكامل للعبات الإلكترونية. خالد الهندي، الرئيس التقني وعضو مجلس إدارة في شركة ألعاب الأساطير. توجهنا لأخذ التمويل لأن كل مشروع ناشئ في مرحلة من المراحل بيحتاج أن يكون عنده القدرة والقابلية على النمو والتوسع وإدارة العمليات التشغيلية. أخذنا تمويل استثماري عن طريق أحد منصات التمويل الجماعي. توجهنا للتمويل الجماعي لسهولة الوصول للفئة المستهدفة من ناحية المستثمرين اللي فاهمين البزنس أو الشركة، مجال الشركة بشكل كبير، والشيء الثاني لسهولة جلب الاستثمار بشكل أسرع. أولاً اعرف أنت متى الوقت المناسب أنك تأخذ فيه تمويل لشركتك، واعرف كمان النوع المناسب من التمويل اللي أنت بتأخذه. وأخيراً نقدر أقول أن حاول أنك قد ما تقدر أنك تحصل على تقييم معتمد من جهة معتمدة لشركتك على أساس أنك أنت تقدر توفر وقت جداً كبير على أنك تأخذ هذا التمويل. إحنا شركة ألعاب الأساطير نحاول نكون بإذن الله الجهة الأولى عالمياً لتقديم كل ما يحتاجه الجيمر لبناء مجتمع رياضات إلكترونية متكاملة.